مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من حياة هوم كوكينج. وصفتنا لليوم شوربة العدس بالحامض والخضار، الخضار يلي هو السلق والجزر والبطاطا. شوربة نباتية كتير طيبة صحية وكلها فيتامينات. بحاجة لكيلو من السلق مع الضلوع، بشيل شقفة صغيرة من كعبة يلي هي مش منيحة، وبخلي الباقي بدي استعمله كله، منغسلهم ومنفرمهم. كمان بدنا حبة بطاطا كبيرة أو اتنين صغار، منقسمهم مكعبات صغيرة مننقعهم بالماء لحين الاستعمال. تلات حبات جزر كبار منقطعهم مكعبات صغيرة. تلات حبات بصل وسط نفرمهم ناعم، وتمان حصوص من التوم كمان بدنا نفرمهم ناعم، ونص باقة كزبرة منغسلها كتير منيح ومنفرمها ناعم. المكون الأساسي لوصفتنا هو العدس. نحتاج لكوب عدس مننقيه من الأوساخ، منغسله كتير منيح ومنصفيه من المي، مع نصف كوب حامض، نصف ملعقة صغيرة نعناع يابس، نصف ملعقة صغيرة كمون، ملعقة صغيرة ملح، ربع كوب زيت زيتون، وثمان أكواب مي. الكوب يلي رح تستعمله للعدس هو زيته بتستعمله لعيارات المي والحامض. بطنجرة على النار منوضع المي مع العدس، منتركن ليغلو، منغطي الطنجرة، منخفف النار، منتركن ربع ساعة. من بعد ربع ساعة منوضع السلق كله. رح تشوفون كتار أكيد، بس لا، الخضار اللونه أخضر دايما بيدبل بمية السخنة. رح نزلن كلن، ما بخلي شي. كبسهم شوي بالطنجرة حتى زيد بقية الخضار. بنفس الوقت بنزيد البطاطا والجزر. مش ضروري حط خضرة قبل خضرة، كلهم سوا دفعة واحدة مع بعضهم بنزلهم. بقلب الخضار كلها مع بعضها. لهالوصفة بحاجة لملقعتين صغار ملح، بحط ملقعة هلأ مع الخضار والملقعة التانية مع البصل، وأكيد بدنا نزيد الكمون. منخلطهم مع بعضهم، نترك الطنجرة تغلي، بس ما تغلي منغطي عليها، نتركها على نار خفيفة حتى الخضرة كلها تستوي. ما منتركهم منروح، الخضار دغري بتستوي. كل شوي منجي منقلب منتأكد. لاحظتوا المرقة كتير مناسبة لكوب العدس 8 كبايات مي. بهالوقت بدنا نحضر القلية. منحط ربع كوب زيت زيتون. قبل ما حطه على النار بنزل البصل، ما بحمي لزيت الزيتون، بنزل البصل هو بعده بارد، بتركه شوي شوي على نار وسط لخفيفة مع ملعقة. أكيد دايما مع البصل بحط ملعقة صغيرة ملح على نار خفيفة، بتركهم تيستووا، بقلبهم كل شوي ما بينترك البصل. أول ما يدبل البصل بنزل الثوم وبحركهم حتى يصير لونهم أشقر. ما بدنا بصل محروق، بدنا إياه ذهبي، هيدا هو اللون المطلوب. بنزل الكزبرة الخضرة، بعطيها تقليبة هي والبصل والثوم. بنزل النعناع اليابس كمان، بقلبهم كم ثانية مش أكتر، ودغري على الشوربة. نزلهم فوق الشوربة، رائحة شهية جدا، مع نصف كوب عصير الحامض. بتركن يغلوا حوالي 5 دقايق. خلي الخضار تتشرب من نكهة التوم والبصل والكزبرة والنعنع. نتأكد من كل شي استوى، أكيد استوى، بس نتأكد دايما. فيكن تزبطوا الملح والكمون على حسب ذوقكن. شوربتنا لليوم خلصت. في حال حبيتوا الفيديو وحبيتوا الوصفة، بتمنى تعملوا لي لايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من حياة هوم كوكينج. رائحة كتير شهية، ما بقى فينا ننطر. أحلى مرحلة هي وقت السكب. لاحظتوا من كوب عدس وشوية خضرة طلع عندي طنجرة بالطعمة 6-7 أشخاص. وأخيرا بزينها بشوية كزبرة مفرومة مع شقفة حامض حتى ندل إنه فيها كزبرة وفيها حامض. ما تتأخروا حتى تجربوا هالشوربة. هلأ الطقس كتير ملايم إنه نشرب شوربات. نقيت لكم هيدا الصنف، كتير خفيف، كله خضار، ما في أي دسامة. بتمنى تجربوها وتعطوني الكومنتس إذا
نجحت معكم، تبعوا نفس المقادير وأنا أكيد رح تنجح ورح تعجبكم. بشوفكم بفيديو جديد قريبا جدا. باي باي.